عرضي ولا ايه اللي انت عامله ده؟ اسمع، الكلام اللي بيتقال ده صحيح؟ اه مظبوط، انا ما بكدبش. انت عارف فياد لو لقيت كلمه من اللي انت قلتهم دول كذب هعمل فيك ايه؟ انا ما بكدبش، ولو فاكرني بكدب تعالى اوديك لحد الشقه اللي هي قاعده فيها. يا ابني دي اعراض، اعراض، انت كده بتخوض في اعراض. هو ده هيفهم اعراض مش من اعراض، ده روش روش. انا هديك فرصه بس على الله يطلع عندك حق. خد ياض. اهي دنيا، دنيا ساكنه هنا في السويلم، اقسم بالله كانوا مفهمين ان ده بيت امها. بيضحكوا عليك عشان انت قلبك طيب ونيتك صافيه. ممكن بقى تفكني عشان انا عندي فوبيا حبال. اخرس ياض، فكني. انت هتيجي معانا كده؟ لا 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 لا، السويلم دي منطقه اعراض ما يصحش يبقى موجود فيها، احنا نطرقه احسن. ممكن تفكني بقى؟ قلبك طيب فكني. فكني، انا مش كوخ. خلاص استنى. بقول لك يا سعاده، ما تيجي نروح احسن. طب اسمعني طيب، بص احنا داخلين اهو، لو لا قدر الله لا قدر الله في حاجه كده ولا كده، انا عايزك تتمالك اعصابك وكل حاجه تبقى بالراحه، ماشي؟ عشان انت مش ناقص مشاكل. هو ده بيت امك؟ انت فاهم غلط يا سعاده. سعاده؟ انت ايه يا؟ ما عندكش دم؟ دي اختي يا صعيدي يا جدع يا عشره العمر يا ابو الرجوله. فوق الشيطان اللي وراك ده هو السبب في كل حاجه، وهو اللي جايبك هنا يوجع بيني وبينك زي ما وجع بينك وبين اخواتك. اسكت يا. انا لعبيكه؟ معلش معلش يا مستر، ما هو كده اللي مش نظيف بيبقى فاكر كل الناس زيه. انت غبي قوي على فكره. لا إله إلا الله. اطلع بره يا جدع انت. بره. والله انت هتروح النار بعمايلكوا السودا ده. من كل الله، من كل الله وقعت من الولاد اخت. على فكرة اختك مؤدبة. فوق بقى من اللي انت فيه، فوق شوية. انت عمال تختار واحد ورا التاني. على فكرة القعدة في مكان وهو في مكان.